مسي عليكم في حلقة جديدة من برنامجنا سوشيال ووتشر. اليوم راح نتكلم معاكم عن يعني موضوع كان ترندنج متداول خلال الأسبوع اللي فات ومسوين عليه تحليل. بس قبل ما نروح حق موضوع حلقتنا اليوم بدنا بس نوضح لكم شغلة لها علاقة في موضوع موقعنا. طبعا احنا موقعنا watcher.social، هذا الموقع بالإمكان الدخول عليه. تحت القسم هذا اللي هو تقاريرنا راح تطلع معاكم كل التقارير اللي قاعد نتناولها هني في البرنامج وقاعد نعرضها، إضافة إلى التقارير الثانية اللي لها علاقة في الموضوع اللي احنا قاعد نشتغل عليه في موضوع رصد المواقع التواصل الاجتماعي وتحليلها. طبعا احنا هنا عندنا ايام الانتخابات اللي فاتت، السنة اللي فاتت فقراتنا كلها كانت موجودة اللي كانت على تلفزيون الشاهد، تقدرون تدخلون عليها وتشوفونها كل سواء كانت النتائج او المواضيع اللي اشتغلنا عليها في برنامجنا كان اراء وتوجهات السنة اللي فاتت. ندخل على موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم احنا مسوين يعني يمكن هذه ظاهرة اول مرة تصير معانا ولاحظناها يعني بشكل يعني متزامن، انه يكون في هاشتاجين موجودين بتويتر عن موضوعين مال يعني عكس بعض. فالاسبوع اللي فات كان النائب فيصل مسلم بعد عودته من تركيا بموجب العفو السامي ألقى خطاب وطلع هاشتاج انه كان عنوانه فيصل مسلم، خطاب فيصل مسلم مثلني، وايضا طلع في هاشتاج ثاني مضاد لهذا الهاشتاج اسمه خطاب فيصل مسلم لا يمثلني. احنا خذينا الهاشتاجين مع بعض وقاعد نتناول الارقام اللي كانت موجوده في الهاشتاج الاول اللي هو خطاب فيصل مسلم لا يمثلني. كانت الفتره من يوم 2 الى يوم 5/12، عدد تغريدات الاجمالي 3871، الحقيقي منها بعد استبعاد تغريدات الآلية 800، يعني احنا قاعد نتكلم على 20% من التغريدات حقيقية داخل هذا الهاشتاج. عدد المشاركين أو الحسابات 1588، الحقيقي منها بعد استبعاد الحسابات الآلية 226، يعني أيضا قاعد نتكلم احنا على 14.2%. وهذا يبين ان احنا في عندنا بعض الهاشتاجات يصير فيها وايد حسابات آلية تدخل بس بغرض انها اما انها تسوي ريتويت او انها تسوي اي اكتيفيتي او نشاط على موضوع تويتر. حجم التفاعل اليومي مع اللي هو الهاشتاج الاول كان طبعا الاغلب كان او الاعلى كان يوم 4 ديسمبر. نشوف يوم 2 كان في 4 تقريبا تغريدات، يوم 3 كان 941، يوم 4 كان 2536، وبعدين رجع يعني نزل أو انخفض مستوى التفاعل معه ب 390 كان يوم 5 ديسمبر. الخطاب الثاني أو الهاشتاج الثاني اللي هو خطاب فيصل مسلم يمثلني، الفترة كانت من 30/11 ل 5/12، عدد التغريدات الإجمالي 2287، الحقيقي منها بعد استبعاد تغريدات الآلية 865 بنسبة 37.8، عدد المشاركين أو الحسابات 955، الحقيقي منها بعد استبعاد الحسابات الآلية 394 بنسبة 41.2%. حجم التفاعل اليومي مع هاشتاج خطاب فيصل مسلم يمثلني كان يوم 30 389، يوم 1 ديسمبر كان 807، يوم 2 ديسمبر كان 394، يوم 3 ديسمبر كان 204، وبعدين يوم 4 ديسمبر 329، 3 ديسمبر كان 204، ويوم 5 ديسمبر 164. الهاشتاجات اللي كانت داخلة من ضمن هذا اللي هو خطاب فيصل مسلم لا يمثلني، خطاب فيصل مسلم يمثلني،
ومجموعة هاشتاغات لها علاقة في نفس الموضوع. احنا يعني هذه باختصار اللي قدرنا نرصده ونتابعه في هذا الأسبوع. نشوفكم على خير الأسبوع الجاي، ومثل ما قلنا لكم إذا عندكم أي استفسار أو أي ملاحظة تقدرون تتواصلون معنا على مواقعنا، سواء في تويتر أو إنستغرام سوشيال واتشر KW أو موقعنا www.watcher.social، ونشوفكم على خير إن شاء الله. وعلي الهوى معك. يعطيك العافية أبو عيسى أحمد العيسى، قواك الله، مشكور على التقرير الطيب اللي وإحنا هني من مكاننا نسمع نصه ونصه ما نسمع بسبة هدوءك ما شاء الله عليك، ولكن إحصائية جميلة كالعادة من أبو عيسى أحمد العيسى. أعزائي المشاهدين.